طبعا، لأن المساعدة في آخر المطاف هي الشغيلة، هي الشغيلة. الدساتير نتاع المغرب من 62 72 92 96 2011، دساتير الأربع قبل 2011 دائما كانت تدوي وكتتكلم عن العمل النقري، وكتقول كلها في الفصل الثالث أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، بمعنى النقابة تساهم في تنظيم المواطنين بشكل عام، ربما أطفال في إطار الأنشطة اللي كانت أيام الشبيبة العاملة، المخيمات نتاع أبناء العمال وأبناء الشغيلة وأبناء الموظفين، سواء الشباب من المعطلين والطلبة والتلاميذ، أو كذلك يعني المعطلين كيف قلنا، وكذلك يعني سائر المواطنين. هكذا كان يعني الدور نتاع المنظمة النقابية قبل 2011. الدستور تاع 2011 هناك تراجع واضح فيما يخص الدور نتاع العمل النقابي، الدور تاع العمل النقابي التقطيري لسائر المواطنين والمواطنات ما بقاش، بل أنه أصبح بالحرف الفصل الثامن تساهم المنظمات النقابية للأجراء، نتكلم عن المنظمات النقابية للأجراء. شنو هي الأجراء؟ هي لي سالاري اللي عندهم واحد الأجر، بمعنى أن الشغيلة لو ترافايور، الشغيلة اللي ما عندهاش أجر، اللي كت يعني كتشتغل مثلا لصالحها ما عندهاش أجر، مول الطاكسي مثلا، الفراش، الفلاح الصغير، التاجر الصغير، نقابة التجار الصغار. إذن في الشغيلة في لي ترافايور عندنا الأجراء وغير الأجراء، بمعنى لي سالاري ولي نون سالاري. يعني الدستور تاع 2011 تاع فاتح يوليوز 2011 يتكلم عن المنظمات النقابية للأجراء، بمعنى كيقصي كل الغير الأجراء بما فيهم في نظري الطلبة والتلامذ والمعطلين، لأن هادو ماشي أجراء، وكذلك المطرودين من العمل لأن ما بقاوش أجراء في الوقت اللي القانون تاع النقابات أنه واحد اشتغل لمدة 6 أشهر إذا طرد من العمل أو لم تبقى يعني علاقة شغلية، كيبقى من حقه باش أنه يدير النقابة ما تبقى من حياته. إن التراجع هذا في نظرنا تراجع قوي، مع الأسف لا يتم الانتباه ليه بالشكل اللي خص الانتباه ليه، وهو أنا في نظري هو المؤتت والمؤسس الأمور اللي كنعيشوها حاليا بما فيها المشروع نتاع القانون نتاع الإضراب، معنى أنه من يضرب راه هو السالاري، ولكن في إطار أش؟ في إطار النقابة. النقابة أش؟ النقابة الأكثر تمثيلية، وربما غادي نبقاو ننزلوا النقابة الأكثر تمثيلية مركزيا، النقابة الأكثر تمثيلية جهويا، النقابة الأكثر تمثيلية إقليميا، والنقابة الأكثر تمثيلية على المستوى المؤسسة، كانت مؤسسة تعليمية ولا مؤسسة نتاع إنتاجية أو مؤسسة، يعني أي مؤسسة كانت نتاع أنك باش تمارس حقك في الإضراب ولا الحق النقابي خصك تكون عندك يعني التمثيلية، والتمثيلية بالطبع يقدر يوقع فيها ما يوقع. أما الكلام عن التنسيقيات وعلى
على غنرجع لهذا الموضوع هذا ربما في النهايه نتاع المداخله، يعني غادي يصبح الى ما استطعناش في نظري باش نواجهوا هذا الملف نتاع المشروع التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، وفي نظري هو مشروع تكبيلي لممارسة الحق النقابي كامل، لأن هذا السلاح هذا إلا مشى حتى ما بقاش عند الشغيلة كيف قلت مأجورين وغير مأجورين غادي يولي صعب أننا يعني نمارسوا العمل النقابي بالشكل اللي خصو يعني يتمارس. بالنسبة للمرحلة دابا اللي كنعيشوها هي فبراير 2020، هادشي هذا اللي كندويو عليه على الدستور تاع 2011، رجاء ما بعد 20 فبراير 2011 كان لها تأثير كبير. مباشرة بعد 20 فبراير كان الخطاب الملكي 9 مارس، بمعنى 19 يوم بعد انطلاق الحراك نتاع 20 فبراير في مختلف مناطق المغرب بما فيها العرائش ومنطقة نتاع الشمال والجنوب والشرق والغرب إلى آخره، واللي في نظرنا كان حراك اللي جعل أن النساء والرجال والشبان والشابات أنه ينفضوا على أنفسهم الخوف اللي عاشوا الشعب المغربي لفترات طويلة، واستطاعوا باش أنه يواجهوا الظلم ويهزوا الشعار نتاع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية الحق في بلادنا والحق في التعليم والصحة والشغل إلى آخره، بمعنى أنه كان في نظري حراكا قويا، ولكن مع الأسف أن الأمور ما مشاتش بعيد، بل أنه جاء الخطاب 9 مارس، جاء الإطاحة في نظري بالحكومة التي كانت قائمة آنذاك، كان باقي في العمر نتاعها سنة ودارت انتخابات سابقة لأوانها، وجاء اتفاق 26 أبريل 2011، وقبل منه كان اتفاق 19 أبريل 2011 اللي كان خاص بالتعليم واللي كانت فيه ملفات اللي حنا كنقابة كنا مخطرينها، وبالأساس الملف نتاع العرضيين والملف نتاع الأساس ديال المبرزين وغيرهم. اتفاق 26 أبريل 2011 جاء كذلك مكتسبات في نظرنا التي لم تحقق لحد الساعة. اتفاق 26 أبريل أقر بالتعويض بالعمل في المناطق الصعبة والنائية منذ 2009. 2011 كيجي اتفاق 26 أبريل 2011 وكيقرب ذاك، ولكن حدود الساعة ما كاينش تعويض عن المناطق السبع والنائيه، وفي نظرنا هذا تراجع. اتفاق 26 ابريل كذلك جاء يعني بالدرجه الجديده للقصه ديالها، هما الاساتذه نتاع الابتدائي والاعدادي اللي كيوصلوا للسلم 11 وكيبقاو واقفين، اذا تقال بانه غنديروا لهم درجه جديده، والمقصود انذاك هو خارج السلم، هذا خارج السلم اللي مازال المعني ومعنية بالأمر كيناضلوا من أجل أنه يتحقق، وقد مرت 9 سنوات على اتفاق 26 أبريل 2011. إذن اتفاق 26 أبريل 2011 كذلك جاء بزيادة في الأجور تاع عامة والجامعة إلى آخره، وجاء كذلك بهذا الدستور هذا اللي كندويو عليه، واللي في نظري على المستوى العمل النقابي كاين تراجع بالنسبه للدساتير السابقه. جاء كذلك يعني اتفاق 26 ابريل دائما بتوحيد الحد الادنى للاجر الصناعي والفلاحي، الحدود الساعه لم يطبق وامور اخرى. إذن هذه التراجعات هذه تمت
وتراجعت انا في نظري يعني كتحمل فيها واحد المسؤوليه كبيره بالطبع الدوله كندوي المنظمات الدوليه البنك الدولي والصندوق النقد الدولي الى اخره، ولكن في نظري المسؤولين على مستوى الدوله هما المسؤولين على ما يحصل في بلدنا، كذلك على المستوى الحكومات المتعاقبه مسؤوله على ما يحصل في بلدنا. وما يمكنش باش اننا نقولوا بان الحكومه المحكومه، وكيف كان كيقول بن كيران بان حنايا لسنا الا موظفين كبار لدى المسؤولين على مستوى الدوله. هذا كلام في الديماغوجيا وهو غير مقبول. الاحزاب اللي متحمله المسؤوليه على مستوى الحكومات المتعاقبه ويعني كتجتهد الاجتهاد تلو الاخر من اجل الهجوم على المكاسب نتاع الطبقه العامله والمكاسب نتاع الشغيله بشكل عام والمكاسب نتاع الشعب المغربي. الاتفاق اللي دار مع المعطلين في 20 يوليوز يعني 2011 يعني المحضر نتاع التشغيل نتاع الاطر العليا، واللي كيجي من بعد بن كيران، واللي في نظري هذاك الكلام لا زال ساري المفعول الى حدود الساعه بما فيه الامور المتعلقه بقانون الاضراب اللي كيقول بانه راه ما يمكنش باش انه اي واحد احتج غادي نلبيو ليه المطالب ديالو، بمعنى انه احتج وعاود احتج ولكن راه المطالب يعني ما تحققش. علاش؟ لانك كتحتج. السنه اللي مضات ثلاثة اعتقد يناير كان اضراب وطني في قطاع التعليم وكان اضرابا ناجحا. الخلفي انذاك كان يوم الخميس 3 يناير 2019 وكان المجلس الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومه كيخطب وكيقول بانه بغض النظر على النجاح من عدم الاضراب، لان الاضراب كان ناجحا وقويا لانه كان وحدويا وموحدا وموحدا. راه ما غاديش نعالجوا الا المشاكل اللي يعني قابله المعالجه واللي حنايا يعني الو هذا الشيء هذا كنقولوا، لان الامر انا في نظري يتعلق بميزان القوه. ميزان القوه مختل ضد يعني الشغيله وضد الشعب المغربي وضد يعني الطبقه العامله. ومني كيكون ما كيكونش ميزان القوه راه كاين اللي كيحذر من اننا نقوموا بشي يعني بشي تشريع. التشريع يجب ان يتم ملي كيكون واحد على الاقل واحد النوع نتاع التكافؤ في ميزان القوه، باش حتى الا خرجت شي حاجه تخرج شي حاجه اللي يعني تكون قابله للاستمرار والتطبيق والحياه. اما الامور اللي كتشرع في الوقيته باش كتكون الازمات وفي الوقيته باش كيكون يعني كذلك ميزان القوه مختل، فهاد الامور هذه بتجربه ما كتعطيش. بالنسبه إذن هذا المشروع التنظيمي أو المشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الدساتير الأربع نتاع 72 و 96 أو 92 و 96 وقلنا 62 72 و 92 و 96 و 2011 كاين الإقرار بأن الإضراب حق أو لا
حق الاضراب مضمون، حق الاضراب مضمون. ولكن شي حاجه اللي خصو يديرها هذا المشروع القانون، وهو انه يضمن يتماشى مع الدستور بما فيه الدستور تاع 2011 اللي كيقول بان حق الاضراب مضمون. الا كاين شي مشروع ولا الا كاين شي تقنين لهذا الشيء هذا، وهو انه كيخصنا نضمنوا ممارسه حق الاضراب. وبالطبع باش تضمن ممارسه حق الاضراب راه ما يمكنش باش تمشي معاك لا هاد الدوله ولا هاد الحكومه ولا الباترونه بالطبع، لان هذه الدوله نتاع الباترونه وهذه الحكومه نتاع الباترونه كذلك، والبرلمان هو الاخر اللي غادي يصوت على هاد الشيء هذا بغرفتيه، البرلمان بغرفتيه. وكاننا حنا في هاد البلاد محتاجين لجوج تاع البرلمانات في هاد البلاد، انا في نظري محتاجين لا لهاد البرلمان ولا الاخر. البرلمان اللي صادق على المخطط نتاع التقاعد وصادق على قانون الاطار يوم 22 يوليوز، صادق عليه البرلمان الغرفه الاولى، ويوم جوج غشت يعني في عز الصيف ويعني في العطله، ودائما في العطل في بلادنا راه كيوقع يقع ما يقع على مستوى التشريعات، يوم جوج غشت كيتم المصادقه على قانون الاطار نتاع التربيه والتكوين اللي كيضرب المجانيه نتاع التعليم، واللي كيشجع التعليم الخصوصي من الاولي الى العالي، وكيضرب يعني التعليم العمومي في عمقه. هذا قانون الاطار تمت المصادقه عليه من طرف الغرفه الثانيه يوم جوج غشت بدعوى انه رخصنا نصادقوا على القانون الذي تم المصادقه عليه من طرف البرلمان يوم 22 يوليوز، وما خصناش نغيروا شي تغيير، لان الا غيرنا راه خصنا نرجعوا البرلمان وحنايا مزروبين. اذا هذا في نظري يعني واحد النوع نتاع العبث. علاش دايرين هذه المؤسسه؟ علاش دايرين هذه الغرفه الثانيه؟ علاش غيكون هذا النقاش كاع نتاع هذا قانون الاطار اذا كنتوا غادي تقولوا في واحد الوقت نتاع انه راه ما غناخذوش معين الاعتبار هذا النقاش هذا، لان البرلمان ديجا صادق على قانون الاطار. اذا قلت بان هذا المشروع هذا كيخصو يضمن الحق نتاع ممارسه الاضراب. انا في نظري وما جاء في القراءه نتاع الرفيق رضوان اللي قبل مني، انه يعني المشروع نتاع القانون ماشي في اتجاه نتاع تكبيل الحق في ممارسة الإضراب، وليس هناك أي في نظري ضمانة نتاع ممارسة الحق في الإضراب. إذن هذا كيف قلت أنه هذا المشروع نتاع قانون القانون التنظيمي الإضراب، يعني حتى المضمون نتاع الدستور رغم أن الدستور هذا كيف قلنا أنه فيه تراجعات، حتى المضمون نتاع الدستور فيما يخص الشق المتعلق بالضمانة ما كينزلهاش. ندوينا على الفئات المستفيدة من ضمان ممارسة الإضراب، هي الأجراء لي سالاري. راه ما عندناش بالنسبة مثلا الطلبة، التلاميذ، المعطلين، يعني الساكنة بشكل عام عندما تكون مختلطة ربما أجراء وغير أجراء، كذلك يعني التجار الصغار، الفلاحين الصغار وغيرهم
هادو ليس لهم الحق في ممارسة حق الإضراب، والإضراب بجميع الأنواع ديالو. هذا الإضراب نتاع الإضراب عن الشغل، عن العمل، عن 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 الإنتاج، الإضراب عن الطعام، الإضراب يعني المصحوب بالاعتصام إلى آخره. هذه كلها أمور اللي مشات إلى مشات حتى دازت أنه يعني غادي يعني تخلق واحد يعني حقوق اللي كانت مكتسبة غادي تمشي للطبقة العاملة والشغيلة والشعب المغربي. إذا كاين أمور اللي شار ليها الرفيق قبل مني ما غاديش ندوي عليها. ألور بالنسبة للدستور الحالي، الدستور الحالي الجديد يمنع على القضاة يعني العمل النقابي، أن القضاة عندهم الحق في الحريات التعبير إلى آخره، ولكن منوع عليهم العمل النقابي. إذا القضاة وقضاة المحاكم المالية. بالنسبة كذلك العمل النقابي وكذلك حتى الإضراب بالنسبة لموظفي إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، هادشي هذا في دول أخرى ممكن باش أنه يعني فئات من هذا النوع حاملي السلاح وغيرهم أنه عندهم الحق باش أنه يكون عندهم الحق النقابي والحق كذلك في ممارسة الإضراب. رجال أعوان ومساعد السلطة وجميع فئات الموظفين العاملين بوزارة الداخلية، الموظفون الدبلوماسيون كذلك، موظفو أعمال إدارة الجمارك إلى آخره. ألور موظفو الملاحة الجوية تاهما ما منحقهمش باش أنه يمارسوا لا العمل النقابي ولا والملاحة البحرية، وكنعرفوا بأنه هذه القطاعات هذه الإضرابات نتاعها القوية اللي كانت في فترات ماشي غير في بلادنا، في العديد من الدول. ألور كاين غرامات اللي جايه في المشروع وعليها الرفيق، ولكن نزيد ناكد عليها شويه. كاين غرامات ماليه اللي الباترون الا ما طبقش الامور المتعلقه بالمشروع نتاع مدونه الشغل عنده عقوبات، ولكن النقابه والنقابي والعمال والشغيله حتى هما عندهم عقوبات، وعقوبات في نظرنا هي قاسيه بالنسبه لهم. إذا قانون الإضراب هو بالطبع كيف قلنا هو قانون طبقي بامتياز، وأنه مخدوم يعني من طرف الباترونة ومن طرف المشغلين ومن طرف المسؤولين على المستوى الدولة في بلادنا. إذا ما يمكن يكون إلا ضد المصالح نتاع الشغيلة بشكل عام. إذا المشغل عنده فقط الحكم بغرامات قليلة، ما يمكنش كاع باش تكون يعني ردع المشغل. هادشي هذا في حالة إلا تم التطبيق نتاع هادشي هذا، بحيث أنه في الحد الأقصى توصل ل 50,000 درهم، وبالنسبة للمشغل بالنسبة للباترون 50,000 درهم يعني يعني ماشي ما ما ماشي شي حاجة بالنسبة ليه كرأس مالي وواحد اللي يعني كيملك له. ألور بالنسبة للأجيرات والأجراء، إذا هناك ترسانة خطيرة من العقوبات، حرمان المضربين من أجورهم حتى لو كانت الإضراب كان الإضراب الضغط من أجل تطبيق بنود قوانين الشغل، أن نقابة كطالب فقط من أجل تطبيق قانون الشغل،
وراه الاغلبيه نتاع الاضرابات اللي كدار في بلادنا هي بالاساس من اجل تطبيق قانون الشغل، الحد الادنى للاجر، الضمان الاجتماعي، احترام ساعات العمل، احترام يعني العطل الاسبوعيه والوطنيه والعياد الى اخره، امور اللي متعلقه بقانون الشغل واللي كان من المفروض انه ما نحتاجو لا النقابه ولا الاضراب ولا الوالو، خص ديك القوانين انها تطبق. الور لا، خصنا النقابه وخصنا القوه وخصنا نديروا الاضراب، ومنين نديروا الاضراب بالطبع يتم الاقتطاع من اجور المضربين، وهذا الاقتطاع من اجور المضربين اللي ولا كذلك في الوظيفه العموميه، واللي يعني مع الاسف انه تم تمريره ومن طرف الحكومه، والحكومه يعني سعيده بهذا الانجاز هذا البائس في نظري، لانه يعني كيجعل ان الامور تاع ميزان القوى كتختل، وان الشغيله يعني كتولي في واحد الوضع يعني ما كتقدرش تدافع على نفسها بنفسها. والدليل على هذا ما وصلنا اليه في قطاع التعليم، اللي عندنا ملفات اللي يعني عمرت طويلا ولا زالت يعني تراوح مكانها، الا بعض الملفات القليله، وعلى راسها الملف نتاع يعني ضحايا النظامين اللي يعني تعالج ولكن لم يعالج بالشكل اللي خصو يتعالج، واللي المعنيين والمعنيات بالامر مازالين كينتظروا، مازالين كيناضلوا، مازالين متشبتين، وحنايا معاهم كنقابه تعليميه وكمناضلين ومناضلات. وزنزانه سعود اللي هو الاخر تمت المعالجه ديالو بشكل من الاشكال، وكان في نظرنا ممكن باش انه يتم المعالجه ديالو احسن. ملفات اخرى تعالجات، ولكن داكشي في نظرنا الملف نتاع مسلك الاداره والمتصرفين الى اخره، ولكن هناك ملفات اخرى التي لا زالت تراوح مكانها رغم الضغط، رغم على راسها الملف نتاع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، اللي في نظرنا لا زال الملف يراوح مكانه. الاجتماع اللي داز الاخير نتكلم عن يعني التعويضات العائليه. التعويضات العائليه هذا حق، واش غادي نجلسوا حتى نديروا الاضراب نتاع نديروا المسيره الاولى والمسيره الثانيه، والاضراب نتاع يومين ونتاع اربع ايام، ومقبلين نتاع على اضراب نتاع اربع ايام اخرى في نفس الشهر من فبراير، وربعه نتاع المسيرات نتاع الاقطاب الى اخره، باش اننا نجيو للوزاره ويجلسوا معنا ويقولوا لنا بان راه غادي التعويضات العائليه غادي تتقاد، او لا راه غادي نديروا يعني الانتقال الالي غادي نفتحوه بالتبادل. التبادل كنعرفوه شنو هو وشنو غادي يعطي. غادي يعطي انه اللي المتزوجه واللي كاينه في اللي كاينه في الداخله، والزوج اللي كاين في ربما في طنجه، راه الزوج غادي يبقى في طنجه والزوجه غادي تبقى في الداخله، لان التبادل الالي لا يسمن ولا يغني من جوع، لان التبادل الالي كيكون ربما داخل التبادل. شكون غيتبادل من واحد المنطقة يعني جاذبة إلى منطقة يعني اللي كتجري على 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 على, 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 على بنادم؟ ما يمكنش، بمعنى أن هذا التبادل هذا ما 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 ما, ما, ما غيعطيش. إذا هذا الشيء هذا كنقولوا لأن يعني احنا يعني رغم النضالات ورغم الاحتجاجات يعني، وهذا الشيء هذا انا في نظري دائما في الاتجاه نتاع تبخيص العمل النقابي، كيف ما بغى يكون، لا العمل النقابي المنظم داخل النقابه ولا العمل النقابي كنسميه كذلك داخل التنسيقيه وداخل الفئه وداخل هذا هو المضمون نتاع الصراع في نظري، نتاع انه هذاك ديك القوه النقابية واللي كنقولوا بأنه العمل المنظم
وحده يجدي بمعنى لاكسيون اورغانيزي بي كتعطي والعمل النضالي يجدي النضالي والكفاحي حتى هو بي لا لوت بي كيعطي وكتكون النتائج هادشي هذا الدوله والحكومات المتعاقبه وبالخصوص الحكومتين المتعاقبتين ماشي في الاتجاه نتاع انه هاد الشعارات هذه وهاد الامور هذه ما خصهاش تكون. اذا ما العمل في هاد الحاله هذه؟ ما العمل؟ في نظري ما خصش يكون القنوط واننا نشعروا بالياس ونقولوا بان الامور ما ماشياش. التنظيمات ديالنا خصنا نحافظوا عليها سواء النقابيه او التنسيقيات او الفئويه او غيرها خصنا نحافظوا عليها وخصنا نطوروها وخصنا تكون عندنا الغيره عليها. ايه انا كان الادريسي عبد الرزاق كيقول عاشت التنسيقيه الفلانيه التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد كنقولها ونعاودها وكنعرف بانها ان لم تعش فان الامر سيكون ماشي هو هذاك. قلتها على التنسيقيه نتاع حاملي الشهادات تاع الاجازه والماستر تنسيقيتين كنت كنقولها ايه وكانت الاعتقالات وكانت ما عرفتش شو كانت يعني المجالس التاديبيه وكان الانقطاع من الاجور ها حنا دابا وصلنا لان ديك التنسيقيتين لو كان كانوا باقيين ما غنعيشوش الوضع اللي عايشينه اليوم بالنسبه لهذه الفئه هذه نفسها. حامل الاجازه اللي دازوا في المجالس التاديبيه محرومين من المباراه نتاع مسلك الاداره ونتاع اطر التوجيه والتخطيط ونتاع جميع الامور المتعلقه بالمباريات ونتاع كاع جميع الامور المتعلقه بالمباريات. علاش؟ لانك دزتي في المجلس التاديبي والمجلس التاديبي معانا ومع التنسيقيه كان من اجل تسويه وضعيه ليس الا ماشي مجلس تاديبي باش انا غادي لان الملف مشى للماليه وباش انه تسوى الوضعيه الماليه خص ضروري يدار واحد المجلس التاديبي ويدار واحد العقوبه باش انه يتم التسويه تاع الملف بمعنى تسريح الاجره اللي كانت توقفات ويعني الور هذا الملف هذا تعالج نتاع الترقيه بالشهاده الاجازه والماستر انذاك 2013 2014 ولكن دابا كنعيشوا وضع نتاع ان هاد الفئتين هادو يعني كيعيشوا واحد الوضع اللي نفسي بالنسبه للاساتذه المتدربين اللي واجهوا انا في نظري واحد المواجهه قويه. كان العدد ديالهم فقط 10000 واحد واستطاعوا باش انه يديروا واحد المعركه اللي نجحوا فيها يعني ايه ما كانش الاسقاط ولكن على الاقل ان ذاك فصل توظيف عن التكوين المشؤوم بالنسبه للفوج ديالهم انه ما كانش يعني تكوين 10000 استاذ الدوله كانت باغيه باش توظف فقط 7000 ولكن صدقات يعني مفروض عليها باش انها توظف الفوج كاملا رغم انه تم يعني الانفراد بواحد 159 واحد اللي مازالين كيناضلوا مازالين متواجدين وكيطالبوا بالحق في الادمان. اذا هاد التنسيقيه الاخرى هي الاخرى انا في نظري كان خصها تعيش. التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد واللي العدد ديالهم دابا 70000 ومستقبلا غادي يكونوا حوالي 84 ولا 85000. هذا العدد الهائل من ناحيه النوع ومن ناحيه الكم خصو يلعب الدور ديالو من اجل الدفاع على نفسه بنفسه ومن اجل كذلك تشكيل واحد يعني ميزان قوه جديد باش انه المخططات
مثل هذا المخطط هذا نتاع التعاقد ومثل المخطط نتاع يعني القانون التنظيمي التراجعي التكبيلي للإضراب والتكبيلي كذلك العمل النقابي، أننا نستطيع باش أننا يعني كاملين ربما أننا نجعل الدولة أنها تراجع عليه، وفي نظري بأن هذا الشيء هذا ممكن. إذن هاد فبراير عندنا عدة محطات، المحطة تاع التنسيقية فيها 4 أيام كيف قلت 18 19 20 21 22، وكاين مسيرات أربع بالنسبة لهذه الجهة، هذه غادي تكون في طنجة يوم 20 فبراير، إذن خصنا نكونوا متواجدين فيها. وعندنا كذلك الجبهة الاجتماعية المغربية اللي يجب أن تتواجد في كل مكان، وفي نظري هذا يقدر يشكل شي منعطف وشي مخرج الأمور اللي كنعيشوها. أقول ممكن، ما نقولش بأن ما كاينش أمل كثير، ولكن هاد الشيء هذا دابا التنسيقيات ولا هاد الـ هاد الـ هاد الـ يعني اللجان المحليه اللي تاسست في مجموعه تاع المناطق، انا في نظري ممكن باش انها تشكل واحد المخرج لما نعيشه كتنظيمات نقابيه وتنظيمات سياسيه وحقوقيه وجمعويه وتربويه وتنسيقيات فئويه. خصنا نديروا اليد في اليد لعل وعسى اننا نشكلوا شي ميزان قوه اللي نجعلوا انه يعني الباترونا والدوله والحكومه انها تراجع، والا راه غادي نصدقوا في شي امور اللي في نظري غادي نعيدوا عاوتاني انتاج الواقع اللي عايشينه. راه داز مخطط التقاعد واللي قال عليه بن كيران مررناه، وقال بانه انا يا اسعد ايامي هو النهار فاش تمرر ذاك المخطط نتاع التقاعد. دابا كاين المخطط الجديد نتاع التقاعد، لان المشكل لم يتم حله، ومازال عاوتاني ربما غادي نزيدوا واحد ماشي ربما اكيد غتزاد يعني عاوتاني في سنوات العمل، ويتزاد في الكوتيزاسيون في المساهمه والمعاش انه يكون يعني اقل من اللي كاين حاليا. وشكون المتضرر الاكبر من هذا الشيء؟ المتضرر الاكبر من هذا الشيء بالطبع هما يعني العاملين والعاملات الشبان والشابات بالتعليم وبسائر القطاعات. ويعني إذن خصنا نوحدوا الصفوف ديالنا، خصنا التنظيمات ديالنا نقويوها، يجب تقوية التنظيمات ديالنا. راه ما يبقاش بنادم كيقول مع راسو غير راسي راسي، راه الدري سيجا العريش ودوا وما دواش على الملف الفلاني، كاع ما دويتي لنا على داك. دابا ربما شي واحد يدخل يقول لي وكاع ما دويتي لنا على الملف كذا، راه الامر لا يتعلق بهذا الملف او بملف اخر، الامر يتعلق بالامور العامه والمشتركه. هذا الشيء نتاع يعني الجبهات المحليه اللي خصها تكون في كل مكان انا في نظري، وتكون مبنيه على ماذا؟ على ملفات مطلبيه واضحه، اننا ماشي غير نجلسوا ونقولوا بان صافي راه حنا جلسنا وراه درنا البلاغ ولا البيان وربما نمشيو نديروا شي وقفه احتجاجيه وصافينا. راه العمل اللي كنقوموا به هو عمل مطلبي، راه حركات مطلبيه. هذه مطلبيه شنو المعنى ديالها؟ ان تكون مطالب محدده
ايه كندويو على المطالين كنقولوا المطالب ديالهم هي الشغل. الشغل فين خصو يكون؟ ايه في الوظيفه العموميه، في الجماعات، في التعليم، في الصحه، في كذا في كذا. ايه والشغل كذلك عاوتاني في انه تكون تسهيلات الى اخره. عندنا الطرقات، عندنا التعليم، عندنا السكن، عندنا الامن كذلك، عندنا ما عرفتش اش هادشي نتاع التوزيع نتاع الماء والكهرباء. الور هادشي هذا كنقولوا لانه هو اللي ممكن، هو اللي ممكن باش انه يكون محفز. ها والتجربه نتاع الريف راه كانت هكا مبنيه، والتجربه نتاع ابو عرفه راه هكا كانت. ابو عرفه راه المواطنين والمواطنات ما كانوش كيخلصوا الماء والضوء لسنوات. اذا اش كيوقع؟ العائلات والامهات والاباء والاولياء والاطفال وداك الشيء كل شيء كيتشبت بداك الحراك، او بداك الحراك المطلبي والمعقول، يعني المدافع عن المصالح نتاع الساكنه. اذا ما خصناش نمشيو غير التنظيم التنظيم والوقفه الوقفه ونوليو بحال زعما حنايا والاحتجاج الاحتجاج. الاحتجاج من اجل ماذا؟ من اجل يعني مطالب محدده. راه كانت عندنا التنسيقيه نتاع الغلاء الوطنيه، درنا مسيره وطنيه، عيط لنا الوالي نتاع الرباط قال لك اجيو نجلسوا. جلسنا مع الوالي كيدوي معنا على التنظيم، كيفاش غنضموا المسيره وكيفاش غادي منين غادي نمشيو، ومحضر لي بومبيي والبوليس والجدارميه والقوات المساعده والصحه والى اخره. وكاننا حنايا زعما الهدف ديالنا فقط وفقط هو المسيره. الوغ كو حنايا الهدف ديالنا هو انه نحققوا المطالب نتاعنا، وهو التراجع الزياده في 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 الاسعار. او ما دابا الطاكسيات في الرباط زاد فيهم، ولكن ما كاينش الطوبيس عاوتاني الى اخره الى اخره. بمعنى خصنا ملفات مطلبيه. السلطه منين جات تجلس معنا قلنا لها حنايا المسيرات والوقفات وداك الشيء راحنا عارفين هذا شغلنا، هذا الشيء معلمينه منين كنا صغار، ودرنا المسيرات والوقفات القانونيه والغير القانونيه والشرعيه والغير الشرعيه والسريه والغير والعلنيه الى اخره. بلا ما احنا يدويو معانا على السؤال، لماذا هذه الوقفه الاحتجاجيه؟ لماذا هذه المسيره؟ انا ذاك نكونوا كندويو في صلب الموضوع. هادشي هذا مزيان في القانون نتاع الاضراب نتاع انه الملف المطلبي وتحط الملف المطلبي، ولكن راه حنايا دابا راه كندويو على اتفاقات اللي كاينه في موقعه اتفاق 26 ابريل 2011. كندويو كذلك على قانون الشغل. اش الملف المطلبي كدوي معايا واش من باش تجي انك عاوتاني دير لي مشروع المكبل للاضراب باش انا نبقاو باش انك دير اضراب خصك يعني تخبر بما عرفتش شحال، وخصك قبل الاخبار خصك المفاوضات والمصالحه وما عرفتش اش. الور هادشي هذا خصنا نواجهوه. انا في نظري المواجهه ديالو كاين الامكانيه ديالها، ولكن خصنا هادشي هذا يكون منظم ومنتظم، ويعني هاد الندوه هادي في العريش في نظري مزيان انها تكون الانطلاقه لعمل جماعي مشترك، واللي من بعده انا في نظري يكون يعني عمل جديد. انا عارف بان هناك عمل في المنطقه، ولكن عمل اللي خصو يكون في نظري اقوى من السابق. واننا هاد المحطات هذه اللي جايه بالمناسبه نتاع 20 فبراير الاحد 23 فبراير خصو يكون يعني محطه قويه في جميع مناطق المغرب، او عفوا بالدار البيضاء، مسيره ممركزه بالدار البيضاء.
بالنسبه للاساس الذي نفرض عليهم التعاقد واللي خصنا نكونوا معاهم نساء ورجال التعليم وقطاعات اخرى، خصنا نكونوا معاهم في طنجه وفي انزكان وفي مراكش وفي فاس يوم الخميس 20 فبراير. بالنسبه للاضراب نذكركم غير بواحد شي حاجه وقعت لينا انت، انه نهار 23 مارس 2017 حنا كجامعه وطنيه للتعليم دعينا الاضراب، كان حصاد هو وزير التربيه الوطنيه حصاد اللي تم الاعفاء ديالو بالطبع. هاد لم يتم الكلام معنا، ويوم 14 مارس شكون اللي كان دعا للاضراب؟ الباترونات تاع القطاع الخاص، الباترونات تاع القطاع الخاص دعات الاضراب في القطاع الخاص يوم 14 مارس 2017. علاش؟ احتجاجا على الحكومه وعلى وزاره التربيه الوطنيه اللي ادت ليها الاطور ديالها. كيفاش ادت ليها الاطور ديالها؟ داك الفوج تاع 2016 نتاع الذين فرض عليهم التعاقد هما 11000 واحد، 2000 واحد جايين من القطاع الخاص، اطور تاع القطاع الخاص، مدرسين ومدرسات واداريين واداريات ومدراء نتاع مؤسسات تعليميه نتاع القطاع الخاص. مشاو دوزوا المباراه نتاع داك ايها المواطنين من حقهم دوزوا المباراه ونجحوا. اذا هاد 2000 واحد اللي جات من القطاع الخاص بعد المناسبه لو كان لقاو الخير في القطاع الخاص راه كاع ما يهاجروا للقطاع الخاص ويجيو ويديروا التعاقد في اطار التربيه الوطنيه. فهاد الموضوع هذا كنقولوا واش القط ولا المش كيهرب من دار العرس؟ بالطبع لا. اذا الباترونات كتحتج، ماشي معقول هادشي. كيجلس معاهم حصاد وكياخذ القرار اولا انت انه ممنوع على شي واحد اللي خدام في القطاع الخاص انه يجي يدوز المباراه نتاع التعاقد، وبان هادشي هذا خصو يتضبط على المستوى الاقليمي والمحلي والجهوي، وهذا في نظري قرار غير دستوري بالطبع، لان المباراه مفتوحه بشروط نتاع حامل كذا وحامل كذا والسن كذا الى اخره، وبالتالي ما من حقكش باش انك تقول لي انت راك خدام عساس تاع الطوموبيلات ولا خدام في القطاع الخاص ولا داير شي مشيريع ديالك كتبيع ما عرف شنو، ما تجيش تدوز المباراه. المباراه مفتوحه للجميع. اذا اكثر من هذا انه حصاد خدا القرار تاع التراجع على داك الشيء اللي كان خداه الوزير الوفا نتاع انه يعني الاساتذه نتاع التعليم العمومي من عندما ينتهون من العمل ديالهم في التعليم العمومي عندهم الحق باش انه يمشيو يلجؤوا للقطاع الخاص. معنى هذا تراجع على داك الشيء اللي كان. بالطبع هذا الشيء هذا كاين اللي مستفد منه وعجبو عندنا ما نديرو، ولكن هذا الشيء هذا عنده علاقه يعني بالقطاع الخاص وبالباترونا ويعني بالتحالف اللي كاين ما بين الباترونا والحكومه والدوله الى اخره ضد بالطبع الشغيله. اكثر من هذا انه تم الجلوس كذلك مع الماليه باش انه يشوفوا الامور تاع الضرائب الى اخره. اذا شوفوا التعامل نتاع الدوله مع نوعين من الاضراب، اضراب في التعليم العمومي دير الاضراب وعاود دير الاضراب اربع ايام في اربع ايام في سيمانه في ما عرفتش 111 اليوم بالنسبه للحاملي الشهادات الاجازه والماستر، حوالي 49 يوم السنه اللي مضات بالنسبه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، وزيد 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 ورغم الاقتطاعات رغم التهديد رغم التخويف رغم الترهيب يجب ان نستمر. هذا الشيء نتاع الاقتطاعات في دول يعني بحال فرنسا مثلا، فرنسا النقابه تعوض، النقابه تعوض يعني
يعني الموظف اللي كيدير الاداره. هذا الشيء هذا كيكون فيه النوع تاع التضامن ما بين القطاعات، ما بين القطاعات. كاين قطاعات اللي يعني عندها امكانيات، ولا ربما عندها العدد تاع الاضرابات ضعيفه، وبالتالي يعني كت يعني كيوقع واحد النوع تاع التضامن. بل انه بالنسبه لفرنسا اللي دابا تجاوز 50 يوم وفيه التناوب، وفيه يعني في نظري داكشي منظم بواحد الشكل محكم ورائع في نظري، والتجربه اللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. اذا حنايا بالنسبه لنا في بلادنا هادشي ما كاينش، يعني المركزيات النقابيه عندها الدعم تاع الدوله، ولكن داك الدعم كتعرفوه فين كيمشي. النقابات القطاعيه ليس لها دعم تاع الدوله، النقابات القطاعيه فقط كتعتمد على الانخراطات ديالها، الانخراطات ديالها ضعيفه بالنسبه للانخراطات على مستوى النقابات في يعني في دول اخرى. 100 درهم سنويا، وحتى هاد 100 درهم سنويا كاين اللي كيديها، كاين اللي مع الاسف ما كيديهاش. اذا كيبقى كيفاش اننا نواجهوا هاد الطمه الكبرى نتاع ان الاضراب نحافظوا عليه رغم الاقتطاع من الاجور نتاع المضربين، واننا كيفاش اننا نوصلوا لانه يتم التراجع على هذا الشيء. وفي نظري ممكن باش انه يتم التراجع عليه، ولكن الى وقعت شي رجع شنو هي؟ وهو ان هذا الهجوم المعادي اللي ماشي بواحد الخط انا في نظري مستقيم، راه ما يمكنش باش يمشي الى ما لا نهايه. اكيد غيوصل الوقت فاش غادي ينزل، الور فاش غادي ينزل غير اما غادي يلقانا منهكين وغيلقى كتافنا طايحين، او انه غادي يلقانا بتنظيماتنا القويه بمختلف التنوع ديالها.